بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، برنامج مفاتيح من قناتكم، قناة القرآن الكريم. إذن مشاهدينا الكرام، تفقد الجزائر مرة أخرى هذه السنة رجلا خيرا من رجالاتها، دكتور سعيد شيبان رحمة الله عليه، العالم المتعبد والعامل المخلص. نقدم خالص التعازي لعائلة شيبان صغارا وكبارا في فقيد الجزائر. لم تفقده فقط العائلة، ولكن الجزائر فقدت أحد أبنائها الأوفياء العاملين المخلصين الوفيين، العالم المتعبد، أكثر من 60 عاما من العطاء خدمة للوطن وخدمة للإسلام، رحمة الله عليه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمحوا لي مشاهدي أن أرحب بضيفي الكريمين في هذا البلاطو، أستاذ محمد بالعالية. السلام عليكم أستاذ. تحية لك أستاذة، تحية الأستاذ الفاضل، وتحية لكل مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام أستاذ. وعلى يساري الأستاذ المختص التربوي أستاذ أحمد جعدي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولي الشرف الحضور مع الأستاذ ومع في قناة القرآن الكريم. بارك الله فيك أستاذنا. شيخنا محمد بالعالية، اليوم مرة أخرى تفقد الجزائر وتفقد قناة القرآن الكريم شمعة وسراج نور، سراج علم وسراج عمل. الشيخ سعيد شيبان كان أبا روحيا للكثيرين، كان قائدا، كان معلما كبير جدا، يعني تحار الكلمات كيف تصفه في هذا الموقف، رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. الشيخ سعيد شيبان من رجالات الجزائر الذين جمعوا بين التحرير والبناء، شارك في تحرير هذه البلاد، قد كان طالبا يومها، انتقل إلى هناك وأسس اتحاد الطلبة الجزائريين، ثم بعد ذلك أيضا أسس اتحاد تاريخ الطب رحمة الله عليه. وكان ذلك الموجه وذلك المنبه للأخطار التي ربما تحوم حول بلاده الجزائر. وفي مرحلة الاستقلال أيضا كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين، وكان وزيرا للشؤون الدينية، وتقلد عدة مناصب، وكان دكتورا في الطب، طبيب، هو طبيب عيون رحمة الله عليه. فجمع بين العلم الشرعي والعلم الكوني، وهذا ما تركه ذلك النموذج الفريد الذي ربما نفتقده في كثير من الناس. ذلك الإنسان الهادئ الذي يعمل في صمت، ذلك الإنسان الذي هو ابن عائلة كريمة وعائلة شريفة، أخوه الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الجزائر. كان معروفا بتواضعه، يعني في أي مجلس من المجالس لا ترى إلا ذلك الإنسان الهادئ، ذلك الإنسان الذي لا يكثر الكلام، ولكنه إذا تكلم أحسن المقال كما يقال. راوده كثير من الناس في أن يكرموه، فكان دائما يقول رحمة الله عليه: وماذا قدمت أنا حتى أكرم. فكان أكيد هذا الإنسان الذي يعمل ولكنه يرى دائما أنه مقصر في حق بلده وفي حق أمته وفي حق دينه. وهؤلاء الرجال هم الذين يبارك الله عز وجل في أعمالهم ويبارك في أعمارهم. فتلاحظي أن هذا الرجل يعني من يوم أن كان طالبا 60 سنة كما أشرتي، هي كلها عيش للجزائر وعيش للإسلام وعيش لهذه الأمة. كان في كل شيء له موقف، لكنه ذلك الموقف الذي يحافظ فيه على وحدة الجزائر وعلى سلامة أراضيها وعلى هذا البعد الذي تمثله ما تسمى بالكليات التي تنتمي إليها الجزائر رحمة الله عليه. فكان ذلك الإنسان الذي يتمسك بثوابت الوحدة الوطنية، يتعصب إليها ويدافع عنها ويجمع بين مكونات هذه الأمة الجزائرية تحت راية الإسلام
تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشاء الله عز وجل أن ينقله إليه إلى الدار الآخرة وهو ثابت وهو على هذا الدين، على هذا الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتغمده برحمته. فقدته عائلته، وفقدته قناة القرآن، فقدته الجزائر، فقدته الأمة، لأنه واحد من الرجالات الذين ناضلوا من أجل حماية هذه الأمة والدفاع عنها والدفاع عن استقلالها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في عليين، وأن يرفع مقامه بجوار الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيك شيخنا، وآمين آمين. مشاهدينا الكرام، كلمات للراحل المربي الشيخ سعيد شيبان في هذا الفتيار الذي أعدته لنا زميلة ميلينا ياسف، وهو باللغة الفرنسية لأنه كان مشاركا في عدة حصص باللغات الأجنبية. نشاهد ونعود بحول الله. Sur les 6200 versets du Coran, il y a près d'un millier consacrés au phénomène de la nature dans une expression, dit Monsieur Bucaille, que n'a pas à rectifier le discours scientifique moderne. Mais je dis encore une fois, les ouvrages sont très multiples sur ce qui est dénommé merveilles scientifiques du Coran, ou miracles scientifiques du Coran, ou commentaires scientifiques du Coran. Maintenant, ce qui est réel, c'est que les musulmans sont assez loin, malheureusement, de la pensée scientifique, de la pensée logique. C'est-à-dire que malgré que certains, quand on dit le Coran, mais le nombre de musulmans qui lisent réellement le Coran et qui le méditent, eh bien, n'est pas aussi grand qu'on le prétend, malheureusement. Mais parce que un musulman qui médite le Coran ne peut pas, certainement pas, s'éloigner de la logique, ni du discours scientifique actuel. Et même, les gens sont allés jusqu'à à prendre des commentaires du Moyen-Âge pour de savants, de jurisprudence, en particulier Abu Ishaq Shatibi, qui dans le Mouafaqat avait dit qu'introduire des versets, des significations scientifiques dans les versets coraniques n'était pas bien, parce que la science peut changer, etc. Mais en ce temps-là, effectivement, quelle science? Mais il y a eu Shirtal Ben Ashour, dans son commentaire sur le Coran, qui a démontré que si... Non, parce qu'Abu Ishaq Shatibi a dit que le Coran a été révélé à une population ignorante, analphabète, donc il ne convenait pas de lui donner un discours scientifique dans ses commentaires. Mais Shirtal Ben Ashour avait dit dans les années 60, au début des années 60, que c'est fait effectivement, le Coran a été révélé au départ dans une communauté analphabète, mais c'était précisément dès le premier verset, dès le premier mot révélé, Iqra, destiné à changer cet état de choses. Et donc le Coran était destiné à une communauté d'êtres humains qui sera savante au cours des siècles. Et là, bien avant Shirtal Ben Ashour, dans les années 60, il y a eu les deux grands savants égyptiens, Sheikh Mohamed Abdelazraz et son père, Sheikh Abdelazraz, que Dieu ait leur âme, ont écrit, lorsqu'ils ont édité pour la première au Caire en 1925, les Mouafaqat, les livres de Ishaq Shatibi, ont relevé cette affirmation de Abu Ishaq Shatibi en disant, avant Shirtal Ben Ashour, que le Coran a été révélé à une communauté ignorante au départ, mais qui était destinée à ne pas le rester. رحمة الله على شيخنا سعيد شيبان. نجم آخر
يأفل من سماء الجزائر وسماء الفكر والدين والعلم رحمة الله عليه. يوم الأربعاء مشاهدينا الكرام سيكون لنا موعد في برنامج مفاتيح لنتكلم عن مصابيح الدجى ومصيبة فقد العلماء، لنجعلها بحول الله ساعة موعظة وتفكر وتدبر لنتذكر سويا عمالقة العطاء في الخير والدين وخدمة الوطن. أما اليوم مشاهدينا الكرام نواصل دائما في مرافقة أبنائنا تلاميذ والطلبة في امتحاناتهم. موضوع اليوم سيكون حول مواجهة الخوف في ساعة الامتحان، أساليب تقنيات تساعد التلميذ وولي التلميذ أيضا في مواجهة هذا الخوف الذي يخرج التلميذ عن تركيز، يخرجه عن حالته الفكرية، لربما تعرقل له ذلك النجاح الذي حضر له لمدة فصل كامل. إذن أستاذنا وإمامنا أستاذ بالعالية، الخوف أكيد أنه فطري، أمر فطري في الإنسان، لكن خاصة الأبناء لا يمكن أن يتعودوا على هذا الشعور الذي يربكهم ساعة الامتحان. كيف يمكن أن نعلمهم التغلب على هذا الشعور بالذكر بالدعاء؟ وهل هو فرصة أيضا للتقرب من الله عز وجل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أتمنى لأبنائنا جميعا التوفيق في هذه الاختبارات والامتحانات، ونقول لأبنائنا أن هذه الاختبارات والامتحانات هي أسئلة تطرح لاستحضار المعلومات التي تلقوها أثناء دراستهم وأثناء مراجعتهم لدروسهم وللمقرر الذي هم الآن في الحقيقة في الفصل يطلبون العلم وفقه. فنقول لأبنائنا أن هذا هو الامتحان، هذا هو الاختبار، ليست نهاية الدنيا ولا نهاية أي حاجة، إنما يروح التلميذ هذا الحمد لله وراجع دروسه وكان يتابع باهتمام ما يطرحه الأستاذ أو الأستاذة في الفصل في القسم. لما كان يرجع إلى 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 منزله إلى بيته كان يراجع دروسه ويطرح أسئلة وتمارين ويجاوب عليها. الآن الحمد لله جاء يوم الامتحان، جاء يوم الاختبار، فالحاجة الأولى هو ذلك الاستعداد، أن هذا الامتحان هو لا يخرج عما درسه هذا التلميذ وهذا الطالب في الفصل، وبالتالي عليه حتى يتغلب على الخوف عليه بالاستعداد. الاستعداد أولا الاستعداد في المراجعة واستحضار أكيد واستحضار المعلومات وشيء من هذا القبيل، يأخذ القسط نتاعو من الراحة، لأنه دائما الإنسان كيكون تعبان كيكون ربما في إرهاق، هذاك الإرهاق راح يرجع عليه بشيء من التعب، وبالتالي هذاك التعب يخليه ربما لا يركز، عدم التركيز يؤدي به أيضا إلى القلق والخوف وهذه الأشياء. فينام مليح ويأكل مليح، يمارس رياضته بصفة عادية، ويستعد لذلك أيضا بالتوكل على الله سبحانه عز وجل، لأن الله عز وجل هو الميسر سبحانه عز وجل. الوالدين أيضا عندهم مسؤولية في عدم الضغط الكثير على الأولاد وعدم هذيك بعض التهديدات التي ربما يخطئ بعض الوالدين حينما يهددون بها أبنائهم، بعض ما يقول له إذا ما جبتش معدل لا داعي باش ترجع، والآخر يقول له إذا ما جبتش معدل ستتلقى عقوبة كذا. هذه الأشياء الأحرى بالوالدين أنهم يبتعدون عنها ابتعاد السماء عن الأرض كما يقال، بالعكس يفترض على أنه يقدم هذاك الجو الهادئ، لأن الولد الآن هو رايح الامتحانات، أكيد أنه إذا عرف يجاوب راح يجاوب، يعني من المستحيلات أنه يعرف الإجابة ولا يكتبها. وبالتالي هذا الوالد الآن خلاص يوجه وليده إلى التوجيه العملي، التوجيه أنه توكل على ربي سبحانه عز وجل، خلي وليدك يحافظ على صلاته، يحافظ على أذكاره، يحافظ على ورده من القرآن الكريم، لأن هذا يخلي الإنسان مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الإنسان لما يقرأ، أي إنسان يجربها، الواحد لما يروح يقرأ شيء من القرآن الكريم لما ينوض من تلك الجلسة مش هو اللي جلس مقبل، ولما الإنسان يروح يؤدي هذه الصلاة نتاعو بهدوء وبراحة
بصراحة وبخشوع، أكيد أيضا هي تلك الجرعة الإيمانية المثبتة، تلك الجرعة الإيمانية التي تترك الإنسان هذا في استقرار. ثم أيضا عليه أن حتى في الأكل تاعه، خبراء الأغذية دائما يقولوا على هذا. احنا ثاني أيضا نصيب في ديننا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان وراح يأكل يدعي ربي سبحانه عز وجل، وإذا أكل يأكل تلك الأكلة في هذاك الغذاء المتوازن، ينوض صباحا يصلي صلاة الصبح تاعه، خاصة في هذا الوقت اللي راهي السادسة والنصف صباحا بالنسبة لصلاة الصبح، يصلي الإنسان صلاته وبعدها يستعد ويتوجه بإذن الله عز وجل إلى قاعة الامتحان، يروح باكرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، مش يتأخر حتى يولي مقلق باش يوصل، ومع هذا يزيد له شيء من الضغط. لما يجي داخل المدرسة بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج. لما يمسك بورقة الامتحان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن تشأ تجعل الحزن سهلا فسهل أمري هذا. يبدأ بتلك الإجابات عن التمارين السهلة، ودائما الإنسان حتى لا ينسى هذا السهل، لأنه كي جاوب هذيك الأشياء السهلة خلاص الحمد لله رام جاوب على الأكثر، إذا هذا حيكون له شيء من الطمأنينة أيضا، عكس لو يبدأ بسؤال هذا خطأ منهجي في الإجابات. لما واحد يروح يحب يجاوب يقول لك هذه سهلة نخليها للأخير، إذا نبدأ في الصعبة، ومن بعد مسكين كي يبدأ في الصعبة يتعب، بعد لما يرجع للسهلة يصيب روحه نساها، وبالتالي هذا أكيد، وهذا يزيد الضغط ويزيد قلق، فيتوكل على الله سبحانه عز وجل ويروح بهدوء ويدعي ربي سبحانه عز وجل. والأكيد أن من يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه، فالله تبارك وتعالى إذا رأى صدق هذا الوالد وصدق هذا الولد وحضر هذا الولد تحضير مليح وراح بإذن الله عز وجل وهو مطمئن أن الله عز وجل لن يضيعه سيجيب بإذن الله عز وجل، وهذا راح يكون إن شاء الله بإذن الله شيء من الطمأنينة والسكينة وبعد لذلك الخوف والقلق الذي يصيب كثير من التلاميذ. بارك الله فيك شيخنا، نسأل المولى عز وجل التوفيق لجميع أبنائنا، خاصة أنه في هذه الأيام موجة البرد أصابت الكثير من الأطفال. نعم. نسأل الله لهم العافية والسلامة والتوفيق والسداد في هذه الامتحانات. أستاذ أحمد جعدي، يعني ونحن في الامتحانات هذا الأسبوع أكيد أنه تجاوزنا مرحلة المرافقة الدراسية إلى اليوم إلى مرحلة المرافقة النفسية، دور الأولياء ودور الأساتذة أيضا. بدوري أترحم على الدكتور ساجبان رحمة الله، وإذا ترحمنا عليه نتذكر أخاه عبد الرحمن شيبان الذي ترك بصمات في التعليم، وما زالت كتبه إلى الآن قديمة، كتب القواعد التي أشرف عليها. من هذا الباب أذكر مقولة التي تقول: أترك ثوبا يبلى، أترك أموالا تفنى، لكن أترك علما فإنه سيبقى ويذكرك به تذكرك به الأجيال الآتية. لذلك هذا ما نود أو ما نريد من الأولياء أن يربوا أبناءهم عليه. لما تكون الأهداف الكبيرة متمكنة في البيت وينشئون أبناءهم عليها بأن هذا العلم يطلب ليس لمادة أو لعيش، ولكن له أهداف سامية أخرى، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأهداف الكبيرة تبدأ الأهداف الفروع تبدأ تتضح شيئا فشيئا. الامتحانات كما ذكرت، المرافقة لا تبدأ في أيام الامتحان، نعرف الأولياء لما يقرب الامتحان تصبح كما يقول لك حالة طوارئ، هذا خلل لا بد من معالجته. الامتحانات ليست مرتبطة بفترة، يوم تتوزع رزنامة الاختبارات تبدأ الأولياء يجوا أمام بوابة المدارس يسألوا الأساتذة متى، من أين يحفظ، من أين كذا. الاستعداد يبدأ من بداية سنة. من بداية سنة الولي لما يعطي ابنه الجرعات بانتظام، لما يصل الامتحان فقط تولي بعض المذاكرة بعض المراجعة خفيفة يتذكر من خلالها، يسترجع المعلومات، لأن كان هناك المراجعة والمذاكرة. المذاكرة يتذكر بعض العناوين بعض الدروس خطوط عريضة،
اما لما نروحوا قلنا المذاكره المراجعه يسترجع ما درسه خلال الفصل الاول، ويجب ان يكون منظما. من بين الامور الان اللي تكون كاين مرافقه قبل الامتحان، كاين اثناء الامتحان، كاين بعد الامتحان، حتى بعد ما يجري الطفل الامتحان يجب ان نتكفل به ايضا. قبل هي ان ينظم له المراجعه، تنظيم المراجعه ذكرتها سابقا في الحصه، ان كما هناك جدول استعمال زمني في المدرسه لابد من جدول استعمال زمني داخل البيت، ومن الأحسن أن ينجزه الولي مع أبنائه، يجلس معهم تلك الجلسة الغائبة، يجلس معهم يتشاور معهم، وكل طفل يترك له الفرصة أن يقترح متى تراجع مثلا المادة كذا، متى تراجع المادة الأخرى، وينظم الأولويات. لما التلميذ هو الذي يساعد ويساهم فإنه يساعد هذا على الانضباط والالتزام، أيضا يلتزم. أيضا توزيع المراجعة لا تكون دفعة واحدة، يجب أن تكون متفرقة، يراجع مثلا نصف ساعة يرتاح 10 دقائق ويعود للمراجعة مرة أخرى، ونحاول أن نربطه كي يحترم الوقت أيضا. لأن أستاذ في خلال هذه النقطة بالذات أنه الأولياء اليوم العائلة تغيرت، أنه الأولياء الوالدين ثيناتهم يعملوا يخدموا برا ويعودوا يدخلوا للدار ومع الأطفال، ربما تبدأ المراجعة على 7 مساء، الوقت لا يكفي لمراجعة جميع الدروس، المراجعة اليومية أصبحت ربما ثقلا كبيرا على الأولياء، لأنهم مع أشغال البيت مع العمل ضغوط العمل، أنه حتى المقرر لا زال رغم ربما تخفيض الدروس إلى ما إلى ذلك لا زال ثقيلا جدا على كاهل أبنائنا، خاصة في الابتدائي. أستاذ، هذا ما يستدعي الحكمة من الأولياء أن أمام عملهم، لذلك نراهم يلجؤون إلى دروس الدعم، إلى الاستعانة بالإخوة في البيت، الاستعانة بجار، الاستعانة. الأولياء يجب أن يضبطوا أمورهم، لذلك قلت المراجعة تبدأ من بداية السنة. أيضا لما نعلم الطفل، لما نربيه على طريقة معينة يحترم وقته ونتابعه من البداية، لما تصبح هناك فترة الامتحانات يضبط نفسه بنفسه، يضع التوقيت أو يضع الساعة أمامه ويبدأ المراجعة حتى لا تشغله أشياء أخرى، لأن الأمر واقع، الأم تعمل والأب يعمل، وكما قلت مثلا في فصل الشتاء الآن اليوم ينقضي بسرعة، لذلك يجب من الحكمة هذه، لازم الولي يضحي قليلا. حتى أنا ذكرت في فرص سابقة أن في أحد المشاهير وصل إلى أعلى الدرجات، وعندما وصل حينها اكتشف أن أمه لا تعرف القراءة، كانت ترافقه تمسك، عرف بأنها كانت تمسك الكتاب مقلوبا، هو مشهور، كانت تمسك تقول له اجلس امامي انا امسك الكتاب وانت اعرض علي. اذا هو اضطر الى ان يلتزم وان يحفظ حتى كبر، باش علم ان امه لا تعرف القراءه. حتى في زمان تشوفوا الاولياء ما كانوش يقراوا، هي مساله انضباط، ندرب الطفل، هي حلقات متسلسله ومترابطه فيما بينها. اذا اردنا ان لا نتعب، التنشئه تبدا من الصغر، ندرب التلاميذ على وضعيات. إذن هذه قبل، كما قال شيخنا الأغذية، لأن مراجعة بعد الغذاء رايح تكون الأمعاء تكون تمتص في الأغذية، رايح ما تسمحلوش باش يرجع بأريحية، لذلك بعد الأكل نحاول نخليوها ساعة، نحاول نجلس معه، وخصوصا الصغار. احنا المراجعة هذه والمذاكرة تختلف من تلميذ إلى تلميذ، هناك تلاميذ الابتدائي، تلاميذ المتوسط، وتلاميذ الثانوي. تلميذ الثانوي والمتوسط يمكن أن يعتمد على نفسه فقط، ننبهه إلى غير ذلك مع زملائه، كان نوجهه إلى بعض الزملاء. في القديم كنا نجتمع في مقصورة، في مسجد، في دار ثقافة، في بيت أحد الزملاء، فنراجع المراجعة الجماعية، لأن هناك وسائل التواصل الاجتماعي في الثانوي، أو كان لدار مجموعات في تبادل الدروس، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حتى نستغلها إيجابيا. الصغار هم بيت القصيد، الصغار في الابتدائي هم الذين يحتاجون إلى المرافقة الدقيقة حتى يتدربوا عليها منذ صغارهم. دور الأولياء أيضا، دور الأساتذة في العلاقة التكاملية بين الأسرة
ما يكونش هناك تباعد بين المدرسه والاولياء. لما توصل الامتحانات يحاولوا ينسقوا بيناتهم، تكون لقاءات حتى يضبطوا الامور فيما بينهم، حتى يدركوا النقائص ويستدركوها، باش ما تكونش العلاقه التنافر والابتعاد فقط من اجل مثلا رمي الكره في ملعب الاخر وتبرئه النفس. يعني والتلميذ هو الخاسر الاكبر في هذه المعادله. مشاهدينا الكرام، ارقامنا الهاتفيه ستظهر اسفل الشاشه بين الفينه والاخرى لتلقي انشغالاتكم في هذا الموضوع، خاصه الاولياء والاساتذه ايضا، موضوع الخوف وقت ساعة الامتحان. أستاذ بالعالية، ربما الخوف خاصة عند الأطفال شعور فطري أكيد، لكن يجب استغلاله إيجابيا. كيف يمكن أن نعود هؤلاء الأبناء على استغلال هذه الفرصة، خاصة ساعة الامتحان، الإقبال على الورقة، الذكر، كيف يمكن أن يساعد؟ أكيد هو كما يقولوا الفرار على قدر الشعور بالخطر. هنا وهنا أستاذ استسمحك أن نربي الطفل على الذكر في هذه المواضع. نعم أكيد، لما الطفل هذا في الحقيقة نقول له هذا الامتحان هو تقويم أو تقييم لما تحصلت عليه، فالأكيد أنه هذا راح يدفعه إلى أنه يذاكر ويراجع من البداية، وهذه اللي لازم نحرص عليها. لأنه رانا نشوف في بيوتنا أستاذ، نرجع للكلام تاعك ما أشار إليه الأستاذ، هذيك حالة الطوارئ التي تكون في البيوت، وهي في الحقيقة موجودة في الجو كله، يعني بداية من المدرسة إلى الآن التلميذ إلى الوالدين. لا أدري السبب بالذات اللي لازم يدرس، ولازم يدرس من عند المختصين مليح مليح. العائلة الآن أستاذ هي اللي راهي تراجع الآن في الحقيقة، هي اللي تقرأ. صحيح. بمعنى من الابتدائي الأمهات حتى للثانوي. المشكل كان قديما بلك في بداية السنوات الأولى في الدراسة تصيبي الوالدة ولا الوالد مع ولده، الآن هذه امتدت أستاذ، بمعنى المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية كله لازم تكون حاضرة الوالدة وحاضر الوالد وكامل القائمين بيدك. نعم. هذا عاد يشكل شيء من الضغط، وربما أستاذي شاطرنا حتى في الجو العام للامتحانات. يعني لما كانت قديما أستاذ كانت البكالوريا واحد يروح يفوت البكالوريا تاعو عادي جدا ما فيش إشكال، الآن لما توصل البكالوريا وانت رايح للمتوسطة ولا للثانوية اللي راح يفوت فيها الامتحانات أتصيب أستاذ، حتى هذاك التأهب الأمني وهذاك الشيء كله، هذا كله خلى الجو العام يرجع بهذا الشيء من الضغط على أجواء التلميذ. مفزعة أستاذ. أكيد. نقطة فقط وثاني من الأشياء اللي تخلي التلميذ لازم ننبهوا ليها أنه باش ما يتقلقش، هذيك المناقشة القبلية والمناقشة البعدية للامتحان. يعني خلاص انت طالعت الحمد لله وراجعت، لا داعي باش بقات لك مثلا خمس دقائق تبقى متناقش انت وصاحبك في موضوع معين، وربما هو يطرح اشكاليه معينه انت هذاك الدرس ماكش فاهمه ماكش مراجعه مليح ولا غير ذلك، يدخل الانسان مرتبك الى الامتحان. ثم المراجعه ايضا او المناقشه بعد ايضا الامتحان، لا داعي للتلميذ ان يناقش ولا حتى الوالد، خلاص دار الامتحان تاع الماده هذيك، الان ما دام مازال في الامتحانات ما نسالوه ما نناقشوه ما حتى شيء، خليه انتهى الامر دركا، فات امتحان الرياضيات، الان لابد ان نعاودوا نشوفوا كيفاش راح مثلا نديروا امتحان الفيزياء اللي مازال ولا العلوم، لكن امتحان الرياضيات لا داعي باش نبقى متناقشين فيه ما الذي اجابه او كانت السؤال اللي فيه الاجابه صحيحه او السؤال الذي كانت فيه الاجابه خاطئه، لا داعي لمناقشه هذه الاشياء. بالنسبة أيضا إلى كيف تكون أو تكون هذه الاختبارات والامتحانات دافع في الحقيقة للعمل، هو الامتحان دائما الإنسان يذكر نفسه ويذكر حتى وليدته، ومليح هذه الإشارة أستاذة. شوفي احنا نجو راح ناكلوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا جيبوا الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. الحاجة الأولى ذا الرزق من عند الله، بمعنى الدعاء وهو يربي هذا الدعاء، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، الله عز وجل هو الذي رزقنا، ثم وقنا عذاب النار، ربطها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالآخرة، نجي روح ناموا، باسمك اللهم أموت وأحيا، نستيقظ، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره،
كل هذه الأشياء مربوطة بالله عز وجل. فإذا كان هذا التلميذ نقول له هذا امتحان، هذا الامتحان تاع اختبارات تاع الدروس اللي قريتها، كاين عن واحد اختبار كبير وامتحان كبير اللي غدا نكون عند الله سبحانه عز وجل، وراح يسألنا على هذه الدنيا كلها من اللي زدنا حتى اللي نتوفى. فالتلميذ في هذه الحالة راح يقارن، يقول لك نعم عن امتحان كبير جدا اللي هو الامتحان يوم القيامة، عن امتحانات الدنيا هذه البسيطة. فهذا من بين الأشياء التي تدفع التلميذ إلى أن يعمل، وتدفعه أيضا إلى التوكل على الله سبحانه عز وجل، وتدفعه أيضا إلى أنه تكون عنده هذه الهمة العالية اللي أشار إليها الأستاذ. لما يولي التلميذ عنده همة عالية مش راح يتعب والديه كثير، يعني هذه اللي لازم نغرسوها في أبنائنا. لأن الإبن إذا ولا عنده اهتمام باللعب أكثر واهتمام باللهو أكثر راح يتعب الوالدين أكثر حينما يجي في مرحلة التحضير، لأنه ألف وأدمن على كثير من الأشياء كما قال الأستاذ، حتى ويكون عنده مثلا هذا الجدول وهو لازم وحاجة أساسية، لكنه أثناء تنفيذه للجدول وعقله مسكين راهو في. وهذا الملاحظ على التلاميذ اللي راهم الآن في المدارس، يعني الأساتذة كلهم يشتكيوا من أن التلميذ هذا الأستاذ يشرح في الدرس والتلميذ شارد، تلميذ بعيد. ما الذي جعله شاردا أستاذة؟ هو أن تفكيره أن الهمة تاعه ماهيش مربوطة بهذا الأشياء اللي نقول عليها. يعني لو جاء الحمد لله اليوم أنا راح إن شاء الله هاني نتعلم، والعلم هذا هو اللي راح يفتح لي أبواب الدنيا وأبواب الآخرة بإذن الله، العلم هذا هو عبادة راني نتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل، العلم هذا غدوة هو الذي ينفعني في ديني ودنياي، العلم هذا هو اللي غدا إن شاء الله بإذن الله يجعلني نافعا في أمتي. وإحنا نعرف الآن التحديات اللي مقبل كان مثلا الوالد يقول لوليدي معلش أقرب باش تولي طبيب ولا أقرب باش تولي مهندس، حتى وإن كان العلم المفروض موش مربوط بهذه. بصح التلميذ الآن حتى وتقولي له يقول لك شوف هذاك اللاعب اللي راه يلعب، وين يبان الطبيب هذا ولا يبان المهندس أمام هذاك اللاعب، تقول له مش عارف، يقول لك شوف هذاك المدرب الفلاني ولا المدرب الفلاني شحال عنده من المليارات يتلقاها، وأنت تحكي لي على طبيب ولا مهندس. إذا الأصل أن يتعلم هذا العلم ليوجه الله سبحانه وجل، وهذه اللي لازم نركزوا عليها أيضا مع وليداتنا اليوم. التلميذ اليوم مهما قلت له على أنه يصبح ويصبح ويصبح، عنده نماذج أمامه، هذيك النماذج أمامه يقول لك ما قرأت ما تعلمت ما دخلت المدرسة وعندها الأموال الطائلة التي مشي عندها ذاك اللي تقول لي خذوا كنموذج ولا كقدوة. إذا مليح أننا نغرس في أبنائنا أن هذا العلم إنما نتعلمه لأن الله عز وجل فرضه علينا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا نغرس في أذهان وليداتنا أن هذا العلم لا نناله إلا إذا اجتهدنا وعملنا وتعبنا، وقبل ذلك وبعد ذلك توفيق الله سبحانه عز وجل. أن هذا العلم أيضا شكون اللي ينتفع بهذا العلم؟ إذا كان صادق وإذا كان إن شاء الله بإذن الله لا يغش ولا 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 يستعمل مثلا الأشياء غير المسموح بها أثناء الإجابات، يولي هذا الطفل متوكل على الله، وهذا هو العمل الصحيح، أنه خلاص الحمد لله راجع واهتم بدروسه، الآن رايح الامتحان نفهموه الامتحان هذا مش نهاية الدنيا، امتحان عندك أسئلة تجاوب عليها إن شاء الله بإذن الله عز وجل مدام أنت حضرت وقريت وتعبت. ثم أيضا أن الله عز وجل هذا الخالق تبارك وتعالى هو الذي يثبتك، وهو الذي إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا زودناه بشيء من المهارات، وهذه ثاني تحدي أمام الأولياء اليوم، كيفاش يقدر هذا الولي الحمد لله يتجرى دورات وكثير من هذه الأشياء، كيف الوالد هذا يولي ربما يرشد ابنه إلى كيفية المراجعة، كيفية تخزين المعلومة، كيفية غدوة ثانية كيف يستحضر هذه المعلومة. فالطفل لما يدخل إلى هذا الامتحان وهو مزود بمثل هذه الأشياء، هذه أيضا من بين الأشياء اللي تخلي التلميذ يكون هادئ ويكون بإذن الله عز وجل مطمئن أثناء الإجابة. بارك الله فيك شيخنا، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاهم. آمين. خاصة مسألة التركيز، مسألة كما شرت أستاذ أنه أكيد. يتفق عليها الجميع أنه الجيل اليوم شارد
في الأقسام وشارد أمام ورقة الإجابة. نسأل الله التوفيق والتركيز لأبنائنا. أستاذ أحمد جعدي، الفصل الأول أصعب الفصول وأطولها، ومن حيث البرنامج أثقلها أيضا. هل الفشل في هذه المرحلة، يعني إذا كانت العلامات لا قدر الله قليلة أو ليست في سقف التوقعات، هل هو معيار الفصل الأول، هو معيار عن السنة الدراسية، أم أن المجال مفتوح أمام التلميذ في الفصلين الآخرين؟ هو مادام قلت أنه طويل، لكن أيضا الدروس لم تدرس، البرنامج لم يتقدم فيه كثيرا. من هو صحيح طويل، لكن الفصل الأول عادة التلاميذ يتحصلون على نتائج جيدة، بعدها الفصل الثاني يكون نزول قليلا، الفصل الثالث مع الحرارة مع تكاثف البرنامج تنزل العلامة. هي ليس معيارا، أنا دائما أقول بأن يجب إعادة النظر في هذه التقويمات، تقويم بالنقطة. الوالي يحاسب ابنه على النقطة، وهناك بعض الأولياء من يضربون أبنائهم إذا تحصل على نقطة أقل من ابن جارته أو إلى غير ذلك. وفي المدرسة الأستاذ يقيمه على النقطة، لكن ننسى أن هذا الطفل قد بذل مجهودا، ننسى بأنه ينهض كل صباح باكرا في البرد صباحا وعنده عدة مواد يقرأها، يحمل تلك المحفظة، يمشي في طريق ربما في بعض المناطق شبه ريفية، يمشي في طرق لا رصيف فيها. إذن هذه المجهودات كامل يجد قبالتها أم تصرخ في وجهه وأستاذ يقول له لماذا تحصلت على العلامة، لم تراجع دروسك. إذن يجب أن نشجع، التحفيز أهم شيء للطفل، نشجعه مهما كانت النتائج، وما يهم هو مكتسباته التي تحصل عليها، لأن نشوف ليس تلك النقطة تحدد مكتسباته، هي مرتبطة بظرف ما، هي مرتبطة زمان. لأن قيمناه في عجالة في امتحان واحد، لكن ربما لو نكرر. لذلك الآن هناك إعادة نظر مع وزارة التربية مؤخرا، كاين هناك سنة خامسة لما ألغي الامتحان، هناك البطاقة ترافق تلميذ الابتدائي إلى المتوسط، ترافقه بدراسة، كان لقاء مؤخرا الوزارة حداته مع المفتشين ومع مديريات التربية، دراسة الصعوبات التي يتلقاها في المتوسطة، يتلقاها المتعلم لما ينتقل إلى المتوسط، ما هي الصعوبات، والابتدائي في السنة الخامسة ما هي المكتسبات التي يذهب بها هنا باش يدرسوا له، يحدوا مكمن الداء باش يحدوه، لما يروح للمتوسطه يلقى البطاقه هذيك تفصل تشخص نقائص لدى الطفل القادم من الابتدائي حتى يهتم به اساتذه المتوسط. لذلك المعيار تاع النقطه ليس معيارا كما نقولوا مؤشر صادق يعبر حقيقه عن مستوى التلاميذ. هل هذه البطاقة أستاذ استسمحك، هل هذه البطاقة هي مؤشر للتوجه الدراسي، وأيضا هي نظرة استشرافية لمستقبل الطفل؟ هي نظرة استشرافية لكن لها شروط. احنا دائما نربط الحلقات ببعضها، لأن التلميذ إذا كان أولا تبدأ من الأسرة، تبدأ من الأستاذ بحد ذاته، احنا قلنا دائما نجاح الشيء أو إخفاقه يعود للإنسان في حد ذاته، ما هي تركيب ذلك الإنسان، إذا كان واعيا، إذا كان جادا، إذا كان يعمل بضمير، لأن هناك فروق فردية كما قلنا سابقا في الأطفال، كان هناك فروق فردية أيضا في الموظفين وفي من ينفذ هذه المهمات. إذن يجب جدية الجميع بداية من الأسرة، عندما تسلم ابنها للمدرسة تجد الأستاذ الواعي، الأستاذ المنضبط، لأن هناك استراتيجيات الآن كما ذكرتم قبل ينسى وشارد في القسم. لماذا؟ لأن هناك الطريقة الجديدة في التعليم إذا لم تنفذ بحذافيرها سنجد صعوبة في هذا. أنا حضرت لعدة أساتذة أثناء تقديم دروسهم، هناك بعض استراتيجيات ممتعة وتشد التلميذ إليها، لما يقدمها الطفل الصغير علم الطفل وهو يلعب، بعض استراتيجيات باللعب بأوراق، هو الذي يشارك الأستاذ في هذا الوقت، لا يجب أن يكون هو الذي ينشط كل شيء داخل القسم، يجب أن يترك المبادرة لكل تلميذ، هو يشرف فقط على العملية. جميل. مثلا استراتيجية، مثلا هناك استراتيجية ساعي البريد، مثلا بعض الأمثلة، استراتيجية ساعي البريد، الأسئلة التي يطرحها الأستاذ يسلمها للتلميذ، هو الذي يطرحها. هناك ساعي البريد كمسرحية تبدأ، يمسك بأظرفة وفيها أسئلة يحضرها الأستاذ في البيت اللي راح يطرحها على نص ما،
التلميذ يدور في وسط الصفوف ويبدا انا ساعي البريد انا ساعي البريد ويوزع تلك الرسائل. لما يقرا الاستاذ النص يبدا التلميذ هذا يقرا كل يجيب عن سؤاله يقرأ السؤال. التلميذ يصعد فوق المصطبه يقرا السؤال هو اللي يقراه ثم الاستاذ يستمع الى الاجابات. اذا هو الاستاذ ليس الاستاذ هو الذي طرح. لما مثلا الان التعليم بالوضعيه والوضعيه هذيك لازم يجب ان تحمي المشكله. ما نخلوش التلميذ كل شيء يديه جاهز كل حاجه نمدوها له في البيت يمدوا له كلش يروح للقسم ايضا كل حاجه جاهزه. يجب ان نضعه في مشكلات ونتركه هو الذي يساهم في حلها شرح كلمات او مثلا في توظيفها في جمل او ما هذه مثلا تلميذ سنه اولى لما نقول له انظر يا ايها التلميذ انظر هذا قلم. علاش نقول له هذا قلم؟ نقول له ما هذا نخليه هو يعرف يعطيني نستشف الاجوبه من عند التلاميذ ماذا نفعل به؟ ما نقولوش انا ماذا يفعل به. تفعيل دور التلميذ داخل القسم لما لكي يكتسب الثقه في نفسه ايضا التحفيز ايضا الامان. ذكرتها في مناسبات سابقه اذا لم يشعر التلميذ بالامان في البيت ومع استاذه لما نوبخه لما نقول هذا الجواب خاطئ لماذا لم تراجع هذه تكسر اشياء كثيره بداخله. الحفز ما فيها والو غلط. هو التلميذ اصلا جاء الى المدرسه لماذا جاء؟ لو كان يعرف كل شيء علاش يجي المدرسه؟ جاء ليتعلم جاء بمشكلاته ونحن نصحح ونوجه ونسدد. بارك الله فيك استاذنا وعلى التوجيهات للاولياء خاصه والاساتذه ايضا. اذا مشاهدينا نستقبل مكالمه من محمد الصغير من تقرد. السلام عليكم اخي. تحيه الضيوف تاعكم. شكرا لك. والله الكلام تاع الاستاذ نتمنى ان شاء الله فقط البرامج نتاعنا ان شاء الله نتاع التلاميذ تخفف لانه صراحه هذا الخوف الذي نعيشه هذه الايام هو ربما يرجع كذلك لكثافه البرامج. وهذه طلب من المختصين وخاصه اهل الميدان المعلمين والاساتذه تخفيف البرامج على التلاميذ. النقطه الثانيه ما قاله الان الاستاذ قضيه الطرق التعلم والله هذه نتمنى ان شاء الله يوم ما نلعب ويكون العدد نتاع التلاميذ عدد يعني ملائم هذه الاستراتيجيات يعني صراحه فعاله ونتمنى ان شاء الله نطبقوها. انا عندي نقطتين في قضيه الخوف ولن كان الله في عون امهاتنا هذه الايام الخوف يتملك الامهات اكثر من الاولاد. النقطه الاولى انه نتمنى معناها الامهات اثناء المراجعه مع الاولاد انه حتى ذاك الخوف نخلي التلميذ يكسب الثقه بانه هو الذي يحاول يفتح التمارين او كما نقول الوضعيات نتاع المسائل وكذا يفتح اولا لوحده فاذا عجز هنا نقدم له المساعده. لانه احيانا الام لا تستطيع ان تعرف او الوالدين لا يستطيعان ان يحددان نقاط الخوف عند الطفل رغم شهادتهم. الثانيه نتمنى مستشارو التوجيه في المدارس وخاصة أصبح الآن في المتوسطات نتمنى والثانويات نتمنى هذه الأيام المفروض يعني قبل الأسبوع الماضي المفروض يكون فيه معناها زيارات للتخفيف على الضغط على التلاميذ. نتمنى معناها المستشارين يخرجوا كما قال من المكاتب نتاعهم ويكون عندهم لقاءات مباشرة حتى يخفوا ذلك الخوف على التلاميذ. وشكرا. شكرا لك الأخ على إثارة هذه النقاط. نستقبل اتصال آخر من نور الهدى من باتنا. السلام عليكم أخت. هل هناك اتصال من نور الهدى؟ نكمل بعد أن فقدنا الاتصال نرجو منها إعادة الاتصال بالبرنامج. أستاذنا وشيخنا محمد بالعالية ربما الخوف ورغم أنه سلوك سلبي يمكن يعني شعور سلبي يمكن أن يبعدنا عن سلوكات سلبية باستشعار الذكر باستشعار القرآن باستشعار سيرة صلى الله عليه وسلم سيرة نبينا ومعلمنا الأول. كيف يكون ذلك خلال الامتحان وتدريب أيضا خلال الحياة حتى يواجه هذا الطفل ما يقبل عليه في الحياة؟ أكيد هو التربية على 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 تجاوز بعض الصعوبات في هذه الحياة لأن هذا الطفل أكيد الآن الأستاذ هو يشير إلى حتى طرق التعليم. التلميذ هذا مليح أنه في محطاته يكلف بأعمال معينة ويكلف أيضا بتحمل مسؤوليات معينة وهذه من الأخطاء اللي رانا احنا ثاني نرتكبها مع وليداتنا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في ذلك.
بين الأشياء في بيوتنا أن الطفل هذا أصبح ذاك الطفل الذي لا يفعل شيئا. يعني أنت يا الأستاذة تشوفي هذاك الولد لازم تجيبي له أنت هذاك الأمر حتى ملبى، وإذا قام حتى في راسه يتركه هكذاك لا يتحمل مسؤولية معينة. بعد حتى وصلنا حتى للدراسة نفس الشيء الآن ما يحدث في المراجعة في الدار، أو كما كان يتكلم خونا محمد من تقولت ربي جزيه ونوجه له التحية، أنه أيضا حتى الآن الأم ولا الوالد هم اللي يحلوا التمارين وهم اللي يقرأوا. لو نديروا أكيد لو نديروا امتحان نصيبوا هذيك الأمية اللي حتنجح، والولد هذاك ربما مسكين ما راح يفشل في هذاك، راح تدي نقطة خير منه. لماذا؟ لأننا الطريقة اللي رانا نتعاملوا بها لا أدري الخلل وين. يعني حتى أشار الآن أستاذ حتى في قضية العدد في القسم، التحدي حتى أمام الأستاذ، يعني أستاذ أمامه 50 و45، أنا دخلت الثانوية مؤخرا 47 واحد في القسم، يعني كيفاش راح ثم تصيبي الأستاذة هذه مسكينة متعبينها ومعينها، لا هي قدرت تقدم ما عليها ولا الطريقة اللي كان يتكلم عليها الأستاذ راح تقدر تطبقها في وسط هذا الجو. بعين الاعتبار الأستاذ لما جبناه لينا ظروف المراهقة من بين الخلل الكبير اللي ما قدرش ينجح، وثاني قضية العدد الموجود في المدرجات وفي الأقسام. فالتلميذ هذا مليح أننا نخلو له هذه التحديات أمامه باش أولا يتعلم كيف يتجاوزها، يتعلم كيف يتحمل مسؤوليته، لأنه أيضا الآن التلميذ في كثير من الحالات لو ما تحضرش معاه يماه ولا ما يحضرش معاه الوالد نتاعو ويبقى معاه من أول المراجعة إلى آخرها مباشرة راح يمل ويقوم وينصرف. والمشكلة أنا قلنا بمعنى ما بقاش مع التلاميذ تاع الابتدائي الآن راح حتى المرحلة الثانوية، الله يستر إذا ما زلت وصلت للجامعة. فهذا الإشكال أستاذة كلها خلل تربوي يفترض على أن نتنبه إليه باش ما يوليش عنا كما قلتي نسيان كل شيء والتركيز غير على هذا. يعني حتى يولي في عوض اللي يراجع ويتعلم ويحضر أثناء شرح الأستاذ للدرس في الفصل ولا في القسم، هذه كلها يلهو مسكين وينسى. وبعدين لما يجي مثلا إلى المراجعة وينت المراجعة ثاني كما أشار الأستاذ وهذه طريقة خاطئة، وينت نولو مركزين لما نقولوا باللي خلاص بدأت الاختبارات بيومين ولا ثلاثة بل أيام الاختبارات. يعني اليوم قال مثلا عندهم إنجليزية ولا عندهم لغة عربية ولا عنده رياضيات، غدا مثلا عنده فيزياء وتاريخ جغرافيا، اليوم في الليل اللي لازم نباتوا مع هذيك المراجعة ومن بعد ينوض هو تعبان وعيان ويروح بهذاك التعب نتاعو. هذا أيضا من بين الأشياء التي علمها ديننا، أننا إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها على أساس بالصباح يبكر، نفس الشيء عن اختبارات إذا يبدأها من أول الأيام، لا يترك هذه التراكم تاع الدروس وغير ذلك. وبعد يأتي مسكين وفي بعض الحالات مشي عندنا مذاكرة أستاذ ولا مراجعة، عندنا دراسة من الأول. يعني لما تصيبي هذاك الولد الدرس ما هوش اصلا مستوعب اي حاجه فيه، اذا لازم يعود مسكين يقرا من جديد الدرس وبعدين باش يعود يدير محاولات للاجابه على تلك الاسئله. احنا هنا يقول لنا ديننا ويقولنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اقبل ذلك. شوفي لما قال الله عز وجل مثلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، كي توصل ذيك سكره الموت باش يقول الانسان لا اله الا الله، ما يقدرش يقول لا اله الا الله لو كان ما يكونش اعد لذلك وتربى عليها في حياته وعمل لذلك اليوم العظيم ليوم الامتحان ويوم الاختبار. نفس الشيء لا بد ان ندرب وليداتنا وحنا ثاني نكونوا فاهمين هذا الامر، ونربط كل هذا الدراسة وهذا العمل وهذا التعب اللي كان يتكلم عليه الأستاذ بالأجر عند الله سبحانه عز وجل. وليدي راك رايح تقرأ، حافظ على قرايتك. لماذا؟ لأن هذا الذي أنت مكلف به، ثم أيضا هذا الآن ترك تصنع في المستقبل ما سيفتح لك الأبواب، تصنع مستقبلك اليوم بيدك. يعني أنت يا مستقبلا ما تفعلوه الآن. فإذا كان الإنسان استطاع باش يغرس هذا في وليداته ان شاء الله يكون باذن الله عز وجل عامل خير باذن بوركت الله. بارك شيخنا، بارك الله فيك. ونستقبل نور الهدى مبتنا عادت معنا. السلام عليكم الاخت نور الهدى.
شراكم لاباس واش؟ الحمد لله. والله حابه نسال سمى الشيخ كيف حتى ولادي يتوفقوا في القرايه وكيف يقدروا يركزوا، واش من الاكل المطلوب، واش من بارك الله فيك مع الحصه هذه، وربي يوفق الاستاذ والشيخ وانت وجميع المقدمين. شكرا لك، شكرا لك، وربي يوفق ابنائك وابناء جميع المؤمنين. ركزوا اختي. نعم. شي حاجه اللي يقدر يقدروا يعطيوا سمى يركزوا القرايه مثلا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال، بارك الله فيك الاخت. شكرا لك. واستاذ احمد جعدي، الخوف هو خروج العقل من الحاله، من حاله المنطق ومن العقل التحليلي الى المنطق العاطفي، وبالتالي يضخ الادرينالين في الجسم، هكذا تقول المعلومات العلميه، ما يجعل الجسم في حاله دفاعيه أكثر منها حالة تحليلية، ويستطيع بذلك الإجابة على الورقة. هنا يفقد جميع الأسلحة. ما هي النصائح التي يمكن أن نوجهها للتلاميذ ولأوليائهم حتى يوجهوهم بدورهم أيضا؟ هي التوجيه كما قال شيخنا يجب أن يكون للأولياء، إنهم أحيانا يخافوا أكثر من وهذاك الخوف الذي يظهر في الميدان يعود على ابنائهم. لما الابن ينهض صباحا ويشوف الشارع مقلق، الامتحانات، صحابه في المدرسه كيف كيف، يزيد يشوف في الدار مقلقين، قرا راجع نوض هاك ما قريتش، هذه الضغوطات هذه تؤثر سلبا على هذا الطفل وينفر، لان في حين ونحن نود ان نكسبه معلومات، تلك المعلومات تطير عن ذهنه. لذلك الاولياء يجب ان لا يضغطوا على ابنائهم. عادة ما نشوفوا التلاميذ اللي يروحوا الامتحانات خصوصا الرسمية، كاين اختبارات وكاين امتحانات. الاختبارات هي نتيجة دروس معينة بعد محطات مختلفة، بعد محطة يديروا اختبار، لكن الامتحان امتحانات الرسمية اللي نشوفوها في نهائية. هناك بعض الأولياء لما يضغطون الشارع كامل يحكي على الامتحانات والجارة تحكي وهذوك يحكيوا، لما يدخلوا إلى قاعة الامتحان لا يفكرون في الأسئلة. الشروط ذلك هو شرود في رد فعل آبائهم وأمهاتهم، يسترجعون ذلك، يسترجعون يقول كيف، وهذه عشناها أثناء عملنا في عدة مهمات. نشوفوا بعض الطلبة يخرجوا من القاعة توتر، يروحوا للمصحة ثم الطبيب النفساني، حالة إغماء، حالة إغماء. ولما نتحدث معهم نلقاهم بأن كله مرتبط بالعائلة من بداية السنة، وبالك ما تجيبش، وبالك ما تربحش، وبالك كذا، وبالك. هناك أخطر من ذلك أستاذ، أنه بعض الأحيان التلاميذ يتوجهون إلى الانتحار لا قدر الله. هناك من يتوجه إلى الانتحار في حالات محدودة، هناك من ربما يهرب من البيت، يقول لك نولي الدار كيفاش نقابل الأولياء. توعي لذلك التهيئة النفسية من بداية السنة هو مجرد امتحان عادي. لأن الأستاذ راه يدير امتحانات في القسم وعادية، يدير محطات هناك في المقطع، تقويمات كل مقطع هناك التقويمات، كاين الادماج، هناك التشخيص، هناك البناء، بعدها كاين التحصيل، بعد التحصيل هناك ادماج. كل شهر كاين ثلاث اسابيع يقرا، والاسبوع الرابع كاين فيه ادماج الدروس تاع الشهر هذاك، معناها فيه تقويمات وفيه متابعه في المدرسه. لذلك لازم نعلموهم بان كل الامور عاديه مثل المدرسه. والمراجعة يجب أن لا تكون كما ذكرت الأخت، ماذا ينصح؟ أن لا تكون المراجعة دفعة واحدة مع يدخل من البيت. حنا نشوفوا الآن الوقت قصير في الشتاء، فصل الشتاء، مع يدخل نقول له جبت أدواتك، هذا وين جا من المدرسة، نهار كامل هو يتعب في مخه ويزيد يدخل للدار، وربما يزيدوا يبعثوا يدير دروس خصوصية. إذن هذا كله الكم الهائل. أنا في نظري أنه يجب أن يرتاح التلميذ، أن نعطيه فترات للراحة، لأن شفنا بأن هذا الضغط لم يأتي بنتيجة والمعلومة تذهب. إذا نعطيه فترات للراحة، نختار الوقت الذي يراجع فيه، المكان، هناك بعض الذي يراجع دروسه ربما يغير المكان فقط، صحيح، أو يراجع في غرفة الاستقبال، يروح للشرفة. نعم، التغيير هذاك يزرع في نفسه بعض الحيوية وبعض التغيير، كما يقولوا المثل ذكرته سابقا، بذل المرح تسرح، غير المرح تسرح. إذا هنا كاين أيضا الفترات، كاين كما بعد الفجر لو ينهض صباحا ويصلي الفجر ويقرأ ويرداه، وهذاك الوقت يكون صافي الذهن، لأن النهار كامل هو ضارب والشجر مع زميله، هو ضغوطات تاع العائلة، فراح شرارح في زحمة سيارات، هذه كلها الضغوطات. لما يجي العشية البال والمخ يكون معمر بمختلف التناقضات والضوضاء. أستاذ، أنه الطفل يحتاج إلى اللعب، يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى اللعب، راحة، تنفيس، محادثة مع الأولياء، مع الإخوة، يحتاج إلى الرسوم المتحركة، المراقبة أيضا،
علاش تاع زمان احنا نشوفوهم معظمهم الاولياء بعد خروج الاستعمار الفرنسي ماكش اللي تعلموا ولا دخلوا مدارس، لكن رغم ذلك الفئه التي درست في ذلك الوقت عندها قاعده صلبه متفوقون ولهم مكانه في المجتمع. نعم. لماذا ما تعلموش من الاولياء؟ ما حرصوش عليهم الاولياء، كانوا يروحوا يسجلوا في المتوسطات وحدهم، كانوا يروحوا يقراوا في الداخليه بعاد على العائله، احيانا كاين اسبوع كامل ما يشوفش العائله تاعو في الداخليه وهو صغير سنه اولى متوسط. صحيح. كانوا رجال ولما يروح للدار الام ما تقولوش علاش ما قريت وعلاش قريت، وحده يروح ينضبط وحده يسجل وحده، الام فقط ما عليها فقط الا الحنان والرعايه والمتابعه والدعاء فقط، والدعاء اهم شيء، الدعاء هو اهم شيء. صحيح، بارك الله فيك استاذنا. شيخنا الامام السيد العليا يقول غاندي الاب الروحي للمقاومه السلميه، لا يمكننا قياده النتائج فقط، يمكننا السعي بجهد. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المعلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كيف نعلم أبنائنا الإحسان حتى وقت الامتحان أستاذ؟ أكيد والتعلم من ذلك من بين الإحسان ما كان يشير إليه الأستاذ، أن يكون هذا الوالد يمد ابنه بهذا الثقة في الله عز وجل ثم الثقة في النفس. من بين أيضا الإحسان أن يختار الإنسان الساعات التي يستوعب فيها، خاصة ساعات الصباح، في مراجعة بعض المصطلحات، ربما بعض المعادلات، بعض الأشياء التي تحتاج منا إلى تركيز وحفظ. ثم أيضا بعد ذلك من الإحسان أن نشوف وليدنا هذا يعني كيف يستطيع أن يستحضر، ممكن جلسة جلستين مع وليده يقدر يعرف الولد هذا كيف يستحضر المعلومة، لأنه في بعض الحالات ينظر إليها، في بعض الحالات يكتبها. انظر إلى ولدك، راقبه في هذا الشيء، ذكر البصرية يعني وذكر أكيد السمعية، لأنه في بعض الحالات أنت تقرين الحمد لله رب العالمين والولد صغير يقول لك أعطيني المصحف، وهو لا يستطيع أن لما تعطيه المصحف يقرأ لك الفاتحة، لما ما تعطيلوش المصحف لا يقرأ الفاتحة. بمعنى هذا الطفل الآن لازم نعرف أنا كيف يخزن هذه المعلومة، الوقت اللي خزن في هذه المعلومة، وهذا إحسان في التربية لا بد أن أشفق عليه وما نذكروش تماما. نروح وليدي إن شاء الله بإذن الله راك ناجح، يعني ناجح. لك تقول الوالدة يقول الوالد دعيت لك وربي سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، قال ادعوني أستجب لكم. كم تغرس هذه الكلمة الطيبة من الوالدة اللي الولد هذا ينظر منها الحنان والعطف والرحمة، أكيد راح يروح بإذن الله عز وجل وهو مرتاح، وهذا كله من إحسان الوالدين لهذا الولد. من الإحسان أيضا وهو رايح أن هذه الوالدة وهذا الوالد يدعيوا لوليداتهم إن شاء الله بإذن الله. ذلك الأستاذ أيضا من الإحسان إلى هذا الولد، إلى هذا الطالب، هذا وليدك وهذا الناس بعثت لك هذا الولد، فلذت أكبادهم راهو عندك ثاني يحسن إليه. والأكيد أن أساتذتنا ربي يجزيهم وربي يبارك فيهم يستشعرون هذا، لكننا نذكر في أنفسنا قبل ما نذكر خوتنا أنه يستشعر أنه راي أمانة في أعناقنا، الوالد هذا الولد أمانة في عنقه، والأستاذ هذا الولد أمانة في عنقه، والمشرفون وهؤلاء الذين يشرفون على المناهج التربوية أيضا أبناء الأمة هذه راهي أمانة في أعناقهم. وين راه كاين خلل لابد أن يراجع، وين كاين مشكلة لابد أن تراجع، من أجل أن تكون بإذن الله عز وجل جزائرنا هذه بلاد الشهداء إن شاء الله أولادها طيبون ويبقوا طيبون بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين، تزهر بأبنائها. مشاهدينا الكرام، في الأخير أود أن أشكر الأستاذين الأستاذ محمد بالعالية والأستاذ أحمد جعدي على ما قدمه في هذا البلاط، ونعلم كل العلم أن أبنائنا يواجهون موجة برد، موجة مرض، عافانا الله وإياكم، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والعافية لهم جميعا. أقول في الأخير خلق الخوف ليحطم، لتبنى عليه النجاحات، الفشل حدث ينتهي في لحظته، والاستمرار في المحاولة هو النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.